السلام عليكم يا معلم شاذلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص؟ طبختها أنت والمحامي فكري؟ ارتحت أنت كده؟ يا معلم شاذلي، ما سألتش نفسك عميش جاب السلاح منين؟ طب هيقتل إيمان ليه حاد؟ أني مال أنا؟ أني مال يعني لو أنا قاضي ولا وكيل نيابة؟ أني أبو أبو قتلت بنته على قد مخموله، أنت جايب له محامي يطلع له منها. يا معلم شاذلي، لازم تصدق إن فيه سر في الموضوع ده. ممكن جدا يكون القاتل حر دلوك وحج بنتك يضيع بحج وحقيقي. انت يهمك ايه؟ يهمك ايه انت صدق ولا ما صدقش؟ انت جاي تخربها، جاي تخربها وخلاص. كيف امك خربتها قبل سابق؟ امي؟ ايوه امك. كان فرغة لي عايش في وسط عياله واختي مرته لحد ما دخلت امك عليه كيف الحقيقه وقعدت تتلفلف. انا ما اسمحلكش تتكلم عن امي بالشكل ده. تسمح ولا ما تسمحش؟ انت مين انت يا عاد يا ده؟ انت حته عيل متدلع عايش في عز ابوه ومكوش على كل حاجه وحارم اخواته من عز ابوهم. ما انت خارج من نفس الجحر بتاع الحيه اللي خارجه منه. جحر الحياه دي انت بس اللي تعرف مكانها. انت اللي بتربي الحياه الصغيره، بتربيها عشان مصالحك انت وبس. وصدقني اول واحد هتلدغ هو انت. عارف ليه؟ لانك دايما بتفكر في نفسك، لكن انا يعلم ربنا بفكر في اخواتي جدين. اخواتك حطوا صوابعهم العشره في الشق منك ومن عمايلك، عامل فيها كبير وانت لا انت كبير ولا حاجه. الكبير كبير بالفعل مش بالكلام. الكبير هو اللي يقدر يقف في وش العيب ويقول اللي بيعمله عيب، لكن اللي يعمل قعدات ويقعد يخطط في الليل ملوش عندي غير كلمه واحده بس، فعل خسيس من راجل أخس. وشك مكشوف، فكر نفسك بقيت الكبير خلاص والكلمة كلمتك، لكن لا خلاص الحكاية جابت آخرها. كل ده عشان فرغة لعملك الكبير وانت ولا كبير ولا حاجة. اورث يا حسان، اورث يا حسان واتنعم واحرم اخواتك كمان من عز ابوهم. قلت صالحة هناخد ايه من الدنيا؟ وليه نزعل وليه نكره؟ وليه في بعضنا بنجرح؟ وليه نقسى على الاحباب؟ دي الدنيا فانيه والله، كفاية عذاب بدون اسباب. كتير ننسى اننا رايحين، ومهما طالت الرحله أكيد للتراب راجعين. تاخدنا الدنيا بغرورها ونكره ده ونجرح ده ونجري وياه وندي الحق لأصحابه، نحب الخير لكل الناس، نلاقي الدنيا جنة يا ناس.